انقلاب السيسي النهاردة امتداد لانقلاب جمال عبد الناصر. الناس دي بتعلمش من التاريخ ولا الشعب على فكرة ولا المثقفين. عبد الناصر لما جاء في 52 كان واحد ضمن وحايد كتير قوي، لكن سرعان ما جت الاول 53 وهب راحوا مطيرين محمد نجيب، الراجل اللي كانوا حاطينه قرطاس اكلوه. بعد 56 بدأ ياكلهم واحد واحد، ارقشهم وشرب عليهم مية. لم يتبقى من زملائه في الانقلاب بتاع 52 الا اتنين، انور السادات وحسين الشافعي. كلهم كلهم واحد ورا التاني ورا التالت. السادات نفسه لما جه ومسك الدولة جه بمباركة الناس دي، علي صبري وشعراوي جمعة وسامي شرف محمد فوزي وغيرهم يعني، اكلهم وبرضه شرب عليهم ماي، وهم اللي جايبينه وهم اللي باركوا ان هو يبقى، مع ان كان في حسين الشافعي نائب. ويقال ان الرئيس عبد الناصر قبل ما يموت كان في روسيا تقريبا، وان السادات عك كده في تصريح، وعبد الناصر كان مقرر يشيله الا ان الظروف خدمت السادات ويموت عبد الناصر وعنده حسين الشافعي وعنده سادات. انما الجماعه اللي قاعدين سامي شرف وعلي صبري وغيرهم يعني شافوا انه السادات نقدر نضحك عليه، اكلهم السادات وقعدهم في السجن، مش في البيوت، في السجن. نفس القصه لما جاء مبارك جاء كان النجم الاوحد المشير محمد عبد الحليم ابو غزاله، النجم محمد ابو غزاله اللي كان قاعد جنب الرئيس السادات لما انطخ السادات، برضه كبر ابو غزاله اكله مبارك عشان يستقر الحكم لمبارك 30 سنه او كتير يعني بدون منافس. لكن الاهم ان فضيحه الصراع دي بتاكد لنا ان اللي حصل في 2013 انقلاب اثبت فشله في كل مجالات، وانه عامل زي الميت اللي مستني دفنه بعد ما ريحته تطلع. سيسي بعد ما اهان المعارضين واهان مصر كلها ودوقهم الويل، جاء الوقت اللي يهين فيه شركائه في الانقلاب، الجيش، ويلعب بيه الكوره. لكن يا ترى الجيش هيسكت على الاهانه دي؟ والاهم يا ترى فعلا السيسي خايف بس من الجيش ولا خايف من اي تحرك شعبي وعشان كده راح جاب وزير دفاع من الشرطه العسكريه؟ حضرات الساده انا عايز اقول لحضراتكم جمله بس النهارده يعني خبطت في دماغي وانا بستعرض الاقطاعيات العسكريه في مصر. يبدو وده الواقع يعني انه شهداء جيش مصر العظيم اسكنهم الله فسيح جنات، لكن جنرالات جيش مصر سكنوا فسيح فيلات الوطن، سكنوا فسيح قطاعات الوطن. كل يوم بنتاخر فيه عن ازاحه السيسي الفاتوره بتكبر، للاسف بتكبر على الشعب، وللاسف اكتر اصبحت الان الفاتوره اكبر على الشعب وكمان على الجيش.